لماذا فرنسا غير موجودة في أريضة الدعوة؟ منذ أن رفعنا هذه الدعوة تلقينا أسئلة عديدة من الصحافة ومن الإعلام بشكل عام ومن الناس ومن عامة الشعب، لماذا فرنسا غير موجودة في أريضة الدعوة؟ نحن ادخرناها إلى النهاية لأمر في نفسنا، ونرجو من الله أن يوفقنا جميعا في ذلك. فإن فرنسا غير موجودة ضمن الدول المدعى عليها، بالرغم من أنها أكبر الداعمين للوعد، والتي قامت على في تمكين وتسهيل دخول اليهود لفلسطين. قررنا أن نجيب الآن على هذا التساؤل، لماذا فرنسا غير موجودة في صحيفة الدعوة؟ نحن اختصمنا بريطانيا كونها الحجر الأساس في تدمير الشعب الفلسطيني. فإذا كانت بريطانيا هي الحجر الأساس في تدمير الشعب الفلسطيني، فإن فرنسا هي الحجر الأساس في تدمير الشعب الجزائري. إلى أخوتنا في الجزائر، هذه رسالة إلى أخواننا في الجزائر. رسالة إلى كل عربي حر. رسالتنا إلى الجزائر وإلى كل من اكتوى بنار الاستعمار والاحتلال. من هنا من قلب العروبة النابض نوجه دعوتنا إلى جميع الدول العربية. التي تم احتلالها من دول الغرب، أن يقوموا برفع دعاوى قضائية في المحاكم الوطنية والدولية عن سنوات الاستعمار ونهب خيرات البلاد. فلتكن ثورة القضاء. فإما أن يثبت لنا الغرب صدق مبادئه وحرياته وديمقراطيته في تعويض الدول العربية، وإما القضاء. وأدعو أيضا جميع الأحزاب والهيئات والمؤسسات والمنظمات العربية، حتى الأفراد، أن يكون بعد غد، هو موعد محاكمة بريطانيا 17 مارس بعد غد، أن يعتبروا هذا التاريخ 17 مارس هو تاريخ لرفع آلاف القضايا في جميع الدول والبلدان العربية ضد الاستعمار. كل دولة تم احتلالها وكل دولة عربية تم استعمارها من الغرب، أن يكون هناك آلاف الدعاوى القضائية في المحاكم الوطنية والدولية قاطبة دون استثناء. فلنشهد في 17 مارس القادم إن شاء الله تعالى، فلنسمع في الإعلام أن جميع إخواننا في الدول العربية التي تعرضت للاستعمار رفع الدعاوى القضائية في المحافل الدولية وتجريم الاحتلال وتجريم الاستعمار. ولنسقط جميعاً مخطط الشرق الأوسط الجديد. فلنسقط جميعاً هذه المؤامرات التي تحاك ضد الأمة العربية. ولنحن على قدر كاف من المسؤولية. لا أحد يتنصل من هذه المسؤولية، فرداً، حكومات. الآن نحن ندعو الأفراد وندعو المؤسسات وندعو المنظمات، وليس بعيداً أن ندعو الحكومات العربية أيضاً لرفع قضايا في المحاكم الدولية. لماذا لا ترفع الأنظمة العربية الضعيفة المهتلة؟ لماذا لا ترفع الدعاوى القضائية في القضاء العالمي والدولي؟ الضعف مستشري في هذه الحكومات والأنظمة.